بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم بلقاء جديد ومتكرر بإذن الله تعالى من دروسنا العلمية الشرعية التفسيرية، والتي أطلقنا عليها بروح التشريع. ونحن ما زلنا في سورة البقرة، وفي قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تحدثنا في لقاءاتنا السابقة الطيبة المباركة عن تفسير هذه الآية القرآنية، وتحدثنا عن اليهود ومن هم اليهود، وما هي عقائد اليهود، وما هي كتب اليهود، وتحدثنا بتفسير عام عن هذه الآية، وبتفسير خاص ومفصل عن اليهود وما يتعلق باليهود. اليوم نتحدث عن النصارى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر النصارى في هذه الآية القرآنية، فنحن سنتحدث ونفصل بعض الشيء بما يتعلق بمسألة النصارى، من أجل أن نكون مدركين وملمين بتفسير هذه الآية القرآنية المنزلة على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، ما معنى كلمة النصارى أو كلمة النصرانية؟ النصرانية في اللغة العربية قيل هي كلمة مأخوذة نسبة إلى نصرانا، ونصرانا هي قرية المسيح عليه السلام من أرض الخليل يعني. وهذه القرية تسمى الآن بقرية الناصرة، وفي القديم كانت تسمى بالنصرانة أو بنصروية، وأخذت يعني سمي المسيح عيسى بن مريم الناصري نسبة لهذه القرية. وكلمة أن يطلق على النصارى، يطلق على الفرد من النصارى يطلق عليه نصراني، وكلمة نصارى هي جمع لكلمة نصراني. وأما عن التعريف الاصطلاحي لهذه المفردة، يعني كلمة النصرانية في التعريف الاصطلاحي، هي دين النصارى، وهذا الدين الذي يدعونه أو هم يزعمون إنهم يتبعون المسيح عيسى عليه السلام، وإن كتابهم هو الإنجيل. أطلق في القرآن الكريم، أطلق على أتباع هذه الديانة النصرانية، أطلق الله عليهم في القرآن الكريم كلمة نصارى، وأطلق الله عليهم في القرآن الكريم كلمة أهل الكتاب، وأطلق الله تعالى عليهم في القرآن الكريم بأهل الإنجيل. فهذه التسميات التي سماهم الله تعالى بها في القرآن الكريم النصارى، وهي التسمية الغالبة والتسمية الأكثر في القرآن الكريم النصارى، وأيضا تأتي بعدها تسمية أهل الكتاب، وأهل الكتاب قد تطلق على اليهود وتطلق على النصارى، وقد تطلق على النصارى فقط في بعض الأحيان، وقد تطلق على اليهود فقط في بعض الأحيان، وأطلق عليهم بأهل الإنجيل، وأطلق على اليهود بأهل التوراة. هم الآن يسمون أنفسهم بالمسيح أو المسيحيين نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا يقولون ولا يسمون أنفسهم بالنصارى، ولا يريدون هذه التسمية، لأن هذه التسمية القرآن الكريم هو الذي سماهم بها، ويطلقون على ديانتهم، لا يقولون بأن ديننا هو النصرانية، إنما يقولون
إن ديننا هو ماذا؟ هو المسيحية. وقالوا أول ما دعي النصارى بالمسيحيين كان في أنطاكيا، وكان هذا في سنة 42 للميلاد، يعني هذا أول ما أطلق عليهم هذه التسمية كان في أنطاكيا، وكان تقريبا في سنة 42 للميلاد. وقالوا إن هذا كان في بادئ الأمر من باب الشتم، يعني هم في الأساس اسمهم النصارى، ولكن الذين أطلقوا عليهم كلمة المسيحيين أو المسيح نسبة إلى عيسى ابن مريم كانوا يشتمونهم ويعيرونهم بهذه التسمية، فهم أخذوا هذه التسمية وأصبحت تسري عليهم. يعني هم الآن كثير منهم لا يعرفون هذه الحقائق، لا يعرفون إن هذه التسمية هي أطلقت عليهم شتما ولعنا وليست استحبابا، ولكنهم متمسكون بها. القرآن الكريم كما ذكرنا ما لم يقل عن ديانتهم إنها مسيحية، ولم يقل عنهم مسيح، إنما ذكر القرآن الكريم إنهم نصارى. وكلمة مسيح في القرآن الكريم إذا أطلقت فإنه يراد بها عيسى ابن مريم، ولا يراد بها اسم الدين، ولا يراد بها أتباع عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما عن قضية المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وورود هذا الاسم في القرآن الكريم، وورود هذا الاسم أيضا في الأناجيل الموجودة لديهم والأناجيل التي يعتقدون بها، فنحن عندنا المسيح عيسى عليه السلام هو نبي ورسول من أنبياء بني إسرائيل، نعتقد إنه دعا إلى الله عز وجل ونؤمن به، ونؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين كما نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ذكر هذا النبي الكريم في القرآن الكريم في آيات كثيرة، ومن هذه الآيات قول الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإلى آخر هذه الآية القرآنية. فإذا نحن هكذا جاء في قرآننا عن المسيح عيسى بن مريم، ونؤمن به كما نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلينا. الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم بأن حقيقة دعوة عيسى بن مريم إنه دعا إلى التوحيد، وإنه دعا إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذه الدعوة كانت لبنو إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت قد انحرفوا كثيرا عن دين موسى عليه السلام، وكانوا يقولون بأن الشريعة التي جاء بها موسى هي شريعة شديدة جدا، فجاء أرسل الله تعالى إليهم نبي الله عيسى بشريعة أخف من هذه الشريعة، وكثير من الأشياء التي كانت محرمة على بني إسرائيل أصبحت غير محرمة عليهم. وإذا نظرنا إلى الإنجيل الموجود الآن يعني إلى هذه الساعة بين يدي النصارى، نجد بأن الإصحاحات الموجودة في الإنجيل هي قد صرحت بكل شيء ورد في القرآن الكريم بما يتعلق بعيسى بن مريم، ولكن في الحقيقة والتطبيق هم لا يعملوا بنفس النصوص التي وردت حتى في الإنجيل، وإنما جاءت نصوص الإنجيل مؤيدة للقرآن الكريم الذي نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا القرآن الكريم
ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأن عيسى ابن مريم بشر، ولا يعتبر رب، ولا يعتبر ابن الرب كما يعتقدون، إنما الله سبحانه وتعالى ذكر عيسى ابن مريم بأنه بشر، وإن أمه مريم، وأنه قد ولد من مريم ولادة، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خبر ولادته. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر بأن هذا البشر، يعني أي بشر، يطرأ عليه التعب ويطرأ عليه النوم ويأكل ويشرب ويموت، وكل هذه الخصال هي خصال بشرية تطرأ على كل البشر، ومن البشر الأنبياء والرسل. والله سبحانه وتعالى ذكر مثلا عن عيسى ابن مريم إنه بشر وإنه رسول من الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما المسيح ابن مريم ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والنصارى صرحوا بأن المسيح عليه السلام قال لهم في الإنجيل في مواطن كثيرة جدا إنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. مثلا ورد في إنجيل متى في الإصحاح 40 مثلا إنه كان يقول، إن عيسى ابن مريم كان يقول: من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. فإذا هو يصرح بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى وأنه بشر. وأيضا جاء في إنجيل لوقا إنه كان يقول: فقال لهم: ينبغي لي أن أبشر المدن الآخرة أيضا بملكوت الله لأني لهذا أرسلت. هو يصرح أنه أرسل من الله سبحانه وتعالى وليس ابن الله وليس رب كما يقولون. وأيضا في إنجيل يوحنا ذكر أنه رسول في مواطن كثيرة، ومنها قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ويصرح بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يذكر بأن عن المسيح إنه قال في إنجيل يوحنا: وهذه هي الحياة الأبدية إن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. الآية فيها نص صريح بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. النص عندهم في إنجيل يوحنا ماذا يقول؟ وهذه هي الحياة الأبدية إن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هنا هذه الآية فيها تصريح بالوحدانية لله سبحانه وتعالى وبأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن الكريم بأنه رسول أرسل لبني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ورسولا إلى بني إسرائيل، في آية آل عمران، في سورة آل عمران. ورد في إنجيل متى إن المسيح عليه السلام لحقته امرأة كنعانية تطلب منه شفاء ابنتها المجنونة، فقال المسيح: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وهذه الآية أو الإصحاح مشهورة عندهم جدا، إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. المسيح عليه السلام يوردون في إنجيل متى بأن امرأة كنعانية تطلب منه الشفاء لابنتها، ابنتها مجنونة فلحقته تطلب منه الشفاء، فقال لها: يعني أنا ليس عملي طبيبا مثلا، يعني أنا مرسل إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وأيضا القرآن الكريم كما قلنا ذكر بأن المسيح عيسى ابن مريم دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان عيسى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهذا أيضا في سورة آل عمران. كذلك ورد في إنجيل متى بأن دعوة المسيح بحسب الأناجيل وبحسب كل هذه الموردات والروايات
إنه دعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك في الإصحاحات قبل ذلك. دعا إلى التوبة ودعا إلى الإنابة، وجاءت النصوص التبشير بالملكوت القريب، يعني بالآخرة التي عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الذين سبقوا إن دعوة المسيح عيسى بن مريم كانت مؤيدة للذين سبقوه. من الذي سبقه؟ الذي سبقه سيدنا موسى عليه السلام. ومن ذلك جاء أيضا في إنجيل متى: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يعني لما يقول وأما أنا فأقول وقد سمعتم أنه قيل للقدماء، للقدماء من؟ قدماء يقصد بعثة موسى، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التي كانت من قبله، يقصد بعثة سيدنا موسى التي كانت من قبله. يقول إذا كانت في شريعة موسى لا تزني، فأنا أقول لكم إن النظر إلى المرأة بشهوة هو زنا قلبي أو زنا في القلب. وكذلك في جاء في إصحاح آخر: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث، يعني لا تحنث، الحنث باليمين، لا تكذب باليمين، بل أوف للرب أقسامك، وأما أنا أقول لكم لا تحلفوا البتة، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. هكذا، يعني هو يؤكد على أنه ليس أول الأنبياء وأول المرسلين أو ابن الرب كما يزعمون، إنما هو جاء متمما للديانة التي كانت قبله وللأنبياء والمرسلين الذين كانوا قبله. وأيضا ورد في هذه المسألة كثير من المسائل، وكثير من مثلا تلاميذ المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بعد رفعه إلى الله سبحانه وتعالى، هم يعتقدون بأنه قد صلب وأن صلبه هذا فداء لهم، يعني هم يعملون ما يعملون من الذنوب والآثام، بمجرد أنه يذهب إلى القس أو يذهب إلى البابا أو في الكنيسة ويعترف بهذا الذنب، فإنه يعتبر هذا الذنب قد محي عنه، وإذا ما مات حتى وإن عمل كل ذنوب الدنيا فإن عنده يوم القيامة ما يطلقون عليه بالمخلص، وإن هذا المخلص سيخلصه من العذاب، وإن هذا المخلص قد مات وشنق في الدنيا وصلب في الدنيا وهو عيسى بن مريم من أجل أن يخلصه من العذاب يوم القيامة، فهم يعتقدون أن لا عذاب يوم القيامة كما يزعمون. ونحن نقول بأن عيسى بن مريم قد رفعه الله سبحانه وتعالى ولم يصلب وإنما خيل لهم. فبالنسبة لتلاميذ المسيح عيسى بن مريم بعد رفعه، فالنصوص في هذه المسألة نادرة وقليلة جدا. فمثلا هنالك نصوص تتحدث عن بولس، وأيضا هنالك نصوص تقول بأن تلاميذ المسيح عيسى بن مريم بعد رفعه قاموا بمواصلة الدعوة في جميع المدن اليهودية بحسب سفر، عندهم سفر اسمه أعمال الرسل، وأظهروا ظهرت منهم آيات وظهرت منهم عجائب وما إلى ذلك، وصاروا ينشرون دعوة عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكانوا يدعون إلى التوبة ويدعون إلى الإيمان بالمسيح عيسى عليه السلام، وهي نفس الدعوة التي كان يدعو بها سيدنا عيسى عليه السلام ومن قبله سيدنا موسى. ولم يكن، يعني حتى بولس وغيره من تلاميذ عيسى عليه السلام، لم يكن هنالك في دعوتهم تصريح أو نص يقول بأن عيسى كان إلها، أو إن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يدعي البنوة، يعني يدعي إنه ابن الله سبحانه وتعالى.
بل أعلن بطرس كما يذكر يذكرون كما يذكر النصارى بأن بطرس في أول خطبة له أنه قال إن يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوة وعجائب وآيات صنعها الله سبحانه وتعالى بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعملون أو تعلمون. بعد هذا اليهود ازداد حقدهم على تلاميذ عيسى فقبضوا على أحدهم، وهذا الذي قبضوا عليه كان اسمه كما تذكر المصادر التاريخية اسمه إيستافانوس. إيستافانوس قبضوا عليه ورجموه بالحجارة حتى قتلوه، وقتلوا بعده تلميذ آخر من تلاميذ عيسى اسمه يعقوب، وهذا يعقوب أخو يعتبر أخو يوحنا. ثم بعد ذلك اضطهدوا جميع أتباع وتلاميذ عيسى، بعد ذلك اليهود اضطهدوهم اضطهادا شديدا، فتشتت كثير منهم في سائر أنحاء المدن والولايات اليهودية في ذلك الزمان، وكانوا في تلك الفترة مقتصرين على دعوتهم على أبناء جلدتهم فقط، أبناء جلدتهم من اليهود، وتحولت الدعوة إلى أشبه بالدعوة السرية. ثم بعد ذلك صاروا يعني يتطلعون إلى دعوة غير أبناء جلدتهم من الأجانب، فأرسلوا برنابا، طبعا هذه يولوقا ويوحنا وبرنابا، يقال إنهم كلهم كانوا تلاميذ عيسى أو الآخذين عن تلاميذ عيسى، فلذلك سميت الأناجيل عليهم. أرسلوا إلى أنطاكيا ليدعوا الأجانب وما إلى ذلك، يعني بعد ذلك صارت دعوتهم فيها شيء من التحرر وشيء من الانتقاد. المصادر التي يعتمد عليها النصارى أو نقول المصادر النصرانية، يعني المسلمون مصدرهم الرئيسي هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثلا النصارى ما هي المصادر التي يأخذون منها عقائدهم؟ ما هي المصادر التي يأخذون منها تشريعاتهم الدينية؟ هم يأخذون من مصدرين أساسيين، أولا ما يطلقون عليه بالكتاب المقدس، وثانيا ما يطلقون عليه بالمجامع النصرانية. إذن الكتاب المقدس والمجامع النصرانية. النصارى بشكل عام يؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى ويؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل، لكن اليهود لا يؤمنون إلا بالتوراة. النصارى لا يؤمنون بالإسلام ولا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يؤمنون باليهود ويؤمنون بالتوراة ويؤمنون بموسى. أما اليهود فلا يؤمنون لا بهم ولا بالمسلمين. فالنصارى يقدسون العهد القديم والعهد الجديد، القديم وهو التوراة والجديد وهو الإنجيل. وعندما يقولون الكتاب المقدس فهم يقصدون العهد القديم والعهد الجديد، عندما يجمعونهما ويضمون التوراة والإنجيل يسمونه بالكتاب المقدس. فإذا المصدر التشريعي الأول لهم هو الكتاب المقدس، والعهد القديم قلنا هو التوراة والكتب الملحقة به كالتلمود مثلا. أما العهد الجديد فهو عبارة عن مجموعة من الأناجيل، ليس إنجيل واحد، والرسائل ملحقة به، وهذه الرسالة تتضمن دعوة المسيح وتأريخه يعني الآن يوجد أكثر من 70 إنجيل لدى النصارى، واليهود عندهم التوراة وعندهم التلمود وعندهم أيضا كتب ورسائل أخرى. فترتيب الأناجيل يعني العهد الجديد أو الإنجيل عند النصارى ترتيبه يكون على النحو التالي. فمثلا إنجيل متى أولا، ثانيا إنجيل مرقس،
ثالثا إنجيل لوقا، رابعا إنجيل يوحنا، خامسا رسائل اسمها أعمال الرسل، سادسا رسالة بولس إلى أهل روما، والسابعا رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس، وثامنا رسالة بولس الثانية إلى كورنثوس، ورسالة بولس إلى غلاطيا، وعاشر رسالة بولس إلى أفسس، وأحد عشر رسالة بولس إلى أهل فيلي أو أهل فيلبي، وثاني عشر رسالة بولس إلى أهل كولوس، ورسالة بولس إلى أهل تسالونيكي، ورسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي، يعني هذه الرسائل والأناجيل الأساسية الرئيسية تصل إلى 27. الآن عندهم ما يقارب أكثر من 70 إنجيلا. فمثلا نأخذ بعض الأمثلة على بعض الأناجيل، مثلا إنجيل برنابا، هذا هم في الأساس لا يعتبرونه من الأناجيل الرسمية أو القانونية لدى النصارى، ولا يعترفون به ولا يعتبرون أن له أهمية من ناحية المعلومات التي يحتويه، ولما بينه وبين الأناجيل الأربعة من التشابه في التعريف بالمسيح عليه السلام، هو يتكلم عن التعريف بالمسيح عليه السلام ويتكلم عن دعوة المسيح عليه السلام. فمثلا برنابا اسمه يوسف، هذا برنابا في الأساس اسمه يوسف، وهذا يوسف يلقب ابن الوعظي، وقالوا إنه هو لاوي، هو يعني جاء في نصوص بعض الأناجيل إنه لاوي، وهو من قبرص، وهو يعتبر خال مرقس صاحب الإنجيل فيما يقال، وكان هذا برنابا من دعاة النصرانية الأوائل، ويظهر يعني من ناحية إنجيلي إن كان له مساحة ومن تلاميذ المسيح، وكانت له مكانة عظيمة وكبيرة جدا عند المسيح عليه السلام وعند النصارى في الأزمنة الأولى، وهم يعتبرونه من الدعاة الأولين. وحين ادعى بولس، وهو بولس وشاول اليهودي، الدخول في دين المسيح، حين ادعى الدخول في دين المسيح عليه السلام، خاف منه الحواريون، حواري عيسى، لما يعلمون أنه كان في السابق عدوا يعني لسيدنا عيسى، فالذي تشفع له وتوسط له هو برنابا عندهم، فقبلوه بعد ذلك، ثم اختلف معه بعد ذلك كما يروون ويقولون. ثم المصدر الآخر كما قلنا المجامع النصرانية، والمجامع النصرانية يعرفها النصارى إنها عبارة عن هيئات ولجان تشاور، هذه الهيئات وهذه اللجان التشاورية تكون في الكنيسة، وهذه الهيئات واللجان التشاورية هي تبحث في الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية وتتكلم عن أحوال الكنائس. المجامع النصرانية عند النصارى على نوعين، أولا مجامع محلية هي التي تبحث في الشؤون المحلية للكنائس التي تنعقد فيها، ومجامع مسكونية أو يسمونها عالمية، وهذه تبحث في العقيدة النصرانية ومواجهة بعض الأقوال الغريبة ويردون على المسائل المخالفة للديانة وما إلى ذلك. أول المجامع كما يذكرون في سفر أعمال الرسل يقولون كان مجمع أورشليم، كان مجمع يطلقون عليه بمجمع أورشليم، المجمع الأول الذي كانوا يعتقدون به، وهذا والذي كانوا يستمدون منه التعاليم التي تعتبر هي تعاليم أساسية في التشريع، وتعتبر تعاليم أساسية لدى النصرانية. طبعا سنتحدث إن شاء الله في الدرس المقبل عن العبادات لدى النصارى، ونفصل القول في هذه المسألة
إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم بلقاء جديد ومتكرر بإذن الله تعالى من دروسنا العلمية الشرعية التفسيرية، والتي أطلقنا عليها بروح التشريع. ونحن ما زلنا في سورة البقرة، وفي قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تحدثنا